بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع. نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث، لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب باب له أهمية، وذلك أن موضوعه يحتاجه كثير من الناس في هذه الأزمنة التي كثر فيها الدعوة إلى أنواع من المسابقات. لا يدري كثير من الناس عن حكم الشرع فيها، هل هي مما أذنت الشريعة فيها أو لا. والمسابقات في الجملة نوعان: مسابقات مباحة ومسابقات محرمة. هذا من حيث الأصل في قسمة الأحكام، وسيتبين إن شاء الله تعالى ما يحل منها وما يحرم. والمسابقة هي من حيث اللغة مشتقة من سابق يسابق مسابقة، فهي مصدر ميمي لسابق، وأصل الكلمة يدل على التقدم إلى الشيء، فمادة سبق أي تقدم إلى الشيء قبل غيره. فالمسابقة هي طلب التقدم إلى الشيء قبل الغير، هذا تعريفها في اللغة، وهو معناها في الاصطلاح، طلب التقدم إلى الشيء قبل غيره. وأما السبق فهو التقدم إلى الشيء على وجه الإجمال، سواء كان فيه، سواء كان هناك من يسابق إليه أو من لا أو من لم أو لم يكن هناك من يسابقه إلى الشيء. أما في المسابقة فهي مفاعلة تكون بين طرفين، والمقصود بها التقدم إلى الشيء قبل غيره، التقدم إلى الشيء قبل غيره. وأما قوله والمغالبة، هذا عطف، والعطف يقتضي في الأصل المغايرة، وهو هنا من باب عطف المترادفات، لأن المسابقة والمغالبة معناهما متقارب، إلا أن المغالبة قد تكون بمال وقد لا تكون بمال. أما المسابقة فالغالب أن تكون بمال، الغالب أن تكون بمال. فالمصنف رحمه الله قال المسابقة والمغالبة ليشمل كل ما يكون من المغالبات وطلب التقدم على الغير وطلب الغلبة في الشيء، سواء كان ذلك بمال أو بغير مال. والأصل في المسابقات إذا كانت بعوض التحريم، وأما إذا لم تكن بعوض فالأصل فيها الإباحة، إلا أن يقوم دليل على التحريم. والمصنف رحمه الله أجمل الباب بذكر المسابقة في أنواع ثلاثة أو في ثلاثة أقسام، فقال رحمه الله: وهي ثلاثة أنواع. دليل هذا الاستقراء والتتبع، دليل هذا التقسيم أو التصنيف هو الاستقراء والتتبع، وهذا كثير في كلام العلماء، يذكر أقسام وأعداد في الشروط والواجبات والأركان وما إلى ذلك، وليس لها من الأدلة إلا التتبع، أي تتبع العلماء لما ورد في هذا الباب وفي هذا الأمر، فوجدوا أن أنواع المسابقات من حيث حكمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن التنويع هنا من حيث الحكم، فهي ثلاثة أنواع باعتبار النظر إلى حكم هذه المسابقات. النوع الأول قال رحمه الله: نوع يجوز بعوض وبغيره. يجوز بعوض وغيره، يجوز بعوض أي يجوز أن يكون بمال، ويجوز أن لا يكون بمال.
وقوله عوض أي بمقابل، وهو ما يسمى السبق بفتح الباء، السبق، فالسبق هو العوض والجائزة والمال الموضوع لمن يسبق إلى الشيء. قوله رحمه الله وغيره أي يجوز من دون عوض، فيجوز مجانا. قال في بيان هذا النوع، قال وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، وهي أي المسابقة التي تجوز بعوض وبغير عوض، المسابقة في الخيل والإبل والسهام. وهذا لما ذكر المصنف رحمه الله مما جاء في المسند والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وقول لا سبق بفتح الباء أي لا عوض لا جائزة، وأما بالتسكين لا سبق يعني لا مسابقة، فهي مصدر. والصواب هو فتح الباء لأن المراد بيان حكم العوض لا بيان حكم ما تجوز فيه المسابقة فقط. فقوله لا سبق دليل على جواز هذا النوع من المسابقات بعوض، وهي ثلاثة إلا في خف أي في الإبل، أو نصل السهام، أو حافر الخيول. وقد نص عليها المصنف في قوله وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. وهذا الاستثناء جاء لتقرير حكم المسابقة في هذه الأشياء، وقد جاء بصيغة النفي والاستثناء الذي هو من أدوات الحصر ليفيد جوازه في هذه الصور دون غيرها. وهذه من أقوى أوجه الحصر، فقول لا سبق نكرة في سياق النفي فتعم كل عوض قليل أو كثير، وتشمل العوض من أي جهة سواء كان من الطرفين أو كان من طرف واحد أو كان من طرف أجنبي فلا تحل المسابقات في شيء بعوض إلا في هذه الأمور الثلاثة، لقوله لا سبق إلى عوض في مسابقة إلا في خف أو نصل أو حافر. والعلة في حصر جواز المسابقات على هذه الثلاثة أمور هو ما فيها من المصلحة لأهل الإسلام، إذ إنها آلة الجهاد والقتال وإعلاء كلمة الله، فلذلك أذن الشارع في المسابقة فيها لما فيها من المصالح ولما ترتب عليها من المنافع والفوائد. هذه هي العلة التي علل بها الاستثناء، وجوازه بعوض يدل على أنه يجوز من دون عوض، فإذا كان يجوز بالعوض فجوازه من دون عوض من باب أولى. وما ذكر الفقهاء من اشتراط المحلل في هذا النوع من المسابقات، وهو أن يدخل ثالث مع المتسابقين اللذين بذلا عوضا ليحل به السبق، فهذا لا وجه له ولا دليل عليه، ولذلك الصحيح أنه لا يشترط دخول محلل ولا اتحاد المركوبين ولا القوسين في النوع لعموم الأدلة في قول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، ولم يقيد ذلك بقيد، فيبقى ما أطلقه الشارع على إطلاقه، وما جاء عاما لا يخص. أما النوع الثاني قال ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، يجوز بلا عوض يعني من دون جائزة، من دون مال، من دون مقابل، ولا يجوز بعوض أي ولا يجوز وضع العوض فيه، لا يجوز
وضع العوض فيه. وهذا تأكيد لقوله ونوع يجوز بلا عوض، وقول ولا يجوز بعوض لو لم يذكرها لكان معلوما من مفهوم كلامه، لكنه نص عليه ليكون جليا ظاهرا، وأيضا ليتمم القسمة. ففي الأول قال القسم النوع الأول يجوز بعوض وبغيره، أي وبغير عوض، والثاني لا يجوز بعوض ويجوز بغيره، والثالث ما سواه وما ما سواها. طيب قال ونوع يجوز بعوض وبلا عوض، يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، جميع المسابقات بغير الثلاثة المذكورة، كالسباق على الأقدام، والسباق في المصارعة، والسباق في حمل الأثقال وفي رميها، والسباق في تجويد الخط، والسباق في فصاحة اللسان، والسباق في حدة البصر، والسباق في قوة السمع، والسباق في كل ما يتسابق به الناس مما تجري عليه المغالبات، كله جائز بلا عوض. ضابط هذا ما كان موضوعه مباحا، ما كان موضوعه مباحا، فكل ما كان موضوعه مباحا عدا الثلاثة فإنه يجوز فيه المغالبة والمسابقة بشرط أن لا يكون بعوض. فإذا تسابق اثنان في المصارعة، إذا تسابق الاثنان في الجري، قيل هذا هذا الموضوع جائز، لكن يشترط فيها أن لا يكون عوض، لأن العوض قصر على هذه الثلاثة. وذاك المصنف يقول ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، وهذا هو الأصل والأغلب. فدخل في هذه المسابقة المسابقات بكل ما يجري به مسابقات الناس كما ذكرنا. وهنا ننبه إلى أن هذا هو الأصل في المسابقات، الأصل فيها الجواز من دون عوض، الأصل في المسابقات الجواز من دون عوض، إلا أن يكون هناك ما يوجب النهي. وقوله رحمه الله بغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، هذا هو النوع الثالث، وضابطه ما كان موضوع السبق فيه محرما. ما ضابط ذلك؟ لو قيل لك عطنا ضابط لما يكون من المسابقات محرما، احنا الآن أخذنا ما يجوز فيه بعوض وبدون عوض، وما يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض، وما لا يجوز بعوض ولا بدون عوض، ما ضابط هذا؟ هو ماذا قال؟ مثل، ما ذكر ضابط، قال وبغير النرد والشطرنج ونحوهما مطلقا فتحرم مطلقا. ضابط هذا كل ما ألهى عن واجب أو أوقع في محرم، فلا تجوز المسابقة فيه بعوض ولا بدون عوض. ما الذي لا تجوز المسابقة فيه بعوض وبدون عوض؟ كل ما ألهى عن واجب أو إيش؟ أو أوقع في محرم. دليل هذا قوله جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فذكر لعلة تحريم الميسر علتين، ما هما؟ الصد عن سبيل الله والصلاة، وهذا ترك واجب، وإيقاع العداوة والبغضاء وهذا فعل محرم. فكل ما ألهى عن واجب وأوقع في محرم من المسابقات فإنه لا يجوز. قد يقول قائل أصل المسابقة تقتضي نوعا من التحمس الذي قد يجد الإنسان في صدره على غيره، هذا أمر طبيعي، لكن موضوع المسابقة بذاتها ليس مما يغلو في هذا الأمر، وهو إيقاع العداوات والبغضاء والمشاتمة وسيء الأقوال والصد عن سبيل الله.